أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها القطاعان العام والخاص في مملكة البحرين، وفتح المزيد من آفاق التطور والتدريب أمام الكوادر الطبية من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات الطبية العريقة عالميا، مشيدا سموه بالجهود التي تتم من أجل تطوير مختلف المجالات الطبية والصحية في المملكة بما يسهموا في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، الدكتور براين كاستيلو المدير الطبي لمايو كلينيك العالمية للاستثمارات، حيث أشار سموه إلى الأهمية التي يمثلها التعاون بين المؤسسات الطبية في المملكة مع المؤسسات الطبية العالمية في تحقيق الأهداف المنشودة على صعيد تطوير مستويات الرعاية الطبية، وضرورة البناء على هذا التعاون والشراكة نحو المزيد بما يدعم التوجهات نحو تطوير الخدمات العلاجية في المملكة، مرحبا سموه بتأطير التعاون بين مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية وشبكة مايو كلينيك للرعاية عبر الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم، والتي ستجعل مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية تأخذ أحد الشركاء العالميين ضمن شبكة مايو كلينيك، وستتيح للمستشفى إمكانية الانفتاح على خبرات وموارد شبكة مايو كلينيك والاستشارات التي تقدمها، إلى جانب الاستفادة من فرص التدريب. وأكد سموه أن التطور في الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها القطاعان العام والخاص في مملكة البحرين يصب دائما في مصلحة أبناء الوطن والمقيمين لضمان الحصول على أفضل الرعاية الطبية. من جانبه أعرب المدير الطبي لمايو كلينيك العالمي للاستشارات عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام مستمر لتطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، وحرصه على تعزيز شراكات المؤسسات الطبية في المملكة مع مختلف الخبرات الطبية العالمية بما يعود أثره على تطور مختلف المجالات الطبية في مملكة البحرين، متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار.